شاركت سني بعملين من الرخام وعمل من الخشب، بيعبروا عن اثنيناتهم بيعبروا عن فكرة إنسانية، حالات إنسانية عم نعيشها. عمل الرخام هو عن حالة الإنسانية المترفعة، عن كل شيء قبيح عم نعيشه أو عشناه من حروب ودمار وزلازل وحتى يمكن حالات شخصية. عبرت عن هيدا الشيء بأنثى واقفة بحالة سلام، والكف كأنها عم بتقول كفى لكل هيدي النزاعات اللي عشناها، واقفة على قطع من الحجر البازلت الأسود، قطعة بازلت على شكل بزل. الثانية كمان عن فكرة الصراع الانتماء واللا انتماء اللي عم نعيشه نحن كإنسان سوري، حتى لو إن كنا بوطننا أو برات وطننا في صراع عم نعيشه دائما، هيدي الحالة موجودة. عبرت عنها بكتلة هندسية، هي المكان عم بتشدها أنثى بقماش مشدود من الطرفين، هيدي الشد هو اللي بيعبر عن الصراع اللي عم نعيشه بداخلنا. في البداية مثل ما شايفين هاللوحات، بدأنا كان في بداية 2023 الأعمال فيها أرياحية شوي، منظر طبيعي من البيئة المحلية، أنا بسكن باللادية، منظر من البحر من الورود. لما صارت أحداث غزة صار لابد لأنه الفنان يتأثر بما يحيط فيه، فبنشوف على أنه صار لازم قدم أعمال تعبر عن المرحلة، لأنه الفنان هو بيآزر المقاتل بأعماله في ناحية إعلامية وناحية تحفيزية. إعلامية لحتى ننشر شو اللي عم بيصير بغزة، وتنفيذية وتحفيزية لحتى نحفز المتلقين على أنه يآزروا الشعب الفلسطيني. اللوحة الأولى صبرا نساء غزة، بنشوف كيف غزة مدمرة مع بقاء بعض الموتيفات، مع الأشجار، مع جزء من الطبيعة، وكيف النساء ناحبات على الوضع، على المأساة العامة. لوحة أخرى طريق العودة، يلي هي منشوف الشهيد يلي قدم دمه فداء للوطن، كيف هو محمل بالذكريات لحظة الفراق، كيف بيتذكر آخر لحظة وجه أمه، وجه حبيبته، وجه زوجته، وجه أخته، وجه أبوه، فمنشوف محمل في هاي الذكرى. اللوحة الرابعة هي وطننا، منشوف اللوحة اللي هي تعبر عن موتيفات شرقية، الجامع الكنيسي، الزخارف إلى آخره. لوحة أيضا هي تعبر عن بانتظار العودة. هاي المشاركة الثالثة نحن كتجمع فنانات أوغريت، مشاركة بست أعمال من كل الخامات تقريبا. هي المنحوتات كلها هي حالات تعبيرية بتدل يا على الإنسان أو على الوجه، كون الوجه هو التعبير الأول اللي بتاخديه، الانطباع الأول اللي بتاخديه عن الإنسان لما أنت بتشوفه. العمل الأول هو عن طفلة، سميت العمل غزة. هو طفلة من غزة عندها في دمعة علقانة بعينها، في حزن بس في بعيونها تحدي كتير كبير. هي رمز لأطفال غزة اللي عم يستشهدوا، وكمان بتلاحظي إنه في أطفال اللي عندها هذا التحدي والقوة والجبروت، إنه نحن باقيين، هاي الأرض أرضنا. حبيت أعبر عن عمل تاني هو قبة الصخرة، هي رمز للقدس، قبة الصخرة والجامع الأقصى أكيد وكنيسة القيامة، مسكرة كلها بأسلاك شائكة، وأيادي منتفضة، وأيادي ضارعة، وأيادي متحدية، وأيادي متألمة. هاي الأيادي هي أيادي هدول العالم اللي عم يعيشوا المعاناة مبدئيا، وصار لهم سنين، مو هلا، سنين عم يعيشوها لليوم. العمل الأخير لغزة تحديدا هو شجرة الزيتون، هي رمز لفلسطين. شجرة الزيتون سميتها باقون ما بقي الزعتر والزيتون.